طبعاً هاي الدرجات وهاي النخبة من الطلاب طالبات نفتخر بهم صراحة، يعني هذول إن شاء الله يجي يوم تدخلون تديرون بلد إن شاء الله. إحنا إن شاء الله عندنا في التكريم يعني ولو شيء رمزي، هي مو الهدية مو بقيمة ولا بالاسم، هذا هدية بسيطة أتمنى لكم الموفقين إن شاء الله، وهذا هديتك من عندي الخاص إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. رغم الظروف التي يمر بها محافظة نينوى، ونظرا لجهود المبذولة من قبل أبناء الطلاب والطالبات الذين قدموا بجهود استثنائية لحصولهم إلى معدلات عالية لرفع رأس محافظة نينوى بصورة عامة ورفع اسم منطقة الرشيدية بصورة خاصة، اليوم استقبلنا مجموعة من أبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات خريجين وخريجات عام 2016 و2017 الذين حازوا إلى معدلات عالية، حيث قمنا اليوم بدعم وتكريم وتقديم الدرع اتحاد طلبة وشباب تركمان الموصل بدورنا. لا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا وتقديرنا إلى أبنائنا الطلبة، وكذلك شكرنا وتقديرنا إلى كوادر التدريسية في مديرية تربية نينوى بما قدموه من الجهد لإيصال أبنائنا الطلبة لأهالهم المستويات العالية. ولا ننسى أن نشكر جميع أولياء أمور الطلبة والطلبة والذين قدموا وضحوا من أجل إيصال أبنائهم إلى هذه المرحلة. وأخيرا نتمنى الموفقية للجميع. استطعت أن أحصل على معدل 99.5 بعد جهد كبير ومعاناة، خصوصا بعد أن كنا تحت 3 سنوات من الجهل وتوقف عجلة الحياة. أحب أشكر الأستاذ لقمان الرشيدي على هذه المبادرة الحلوة اللي هي معنوية أكثر من ما أنها مادية، أو أي أنه يدعمنا نكمل مسيرتنا إن شاء الله الجامعية ونتخرج إن شاء الله ونرفع رأس منطقتنا ومدينتنا إن شاء الله. أحب أقدم شكر خاص لأهلي الوالدي اللي دعمني ماديا ومعنويا، والدتي اللي اعتبرها أساس هذا التفوق إن شاء الله. وأقدم شكري لمدرستي إعدادية الرشيدية للبنين وللمدير الأستاذ عبد القادر. بالبداية أهنئ نفسي وأهنئ إخواني أولياء أمور الطلبة المتفوقين المتميزين الحاصلين على درجات عالية في امتحانات البكالوريا، وهذه في جهود عصيبة في محافظة نينوى اللي مرت عليها جهود الطلاب، والحمد لله واكبنا المسيرة بجهود التدريسيين وأولياء أمور الطلبة والأساتذة المسؤولين أستاذ لقمان والأساتذة الموجودين في المنطقة لدعمهم اللامحدود للطلاب والتربويين وللمنطقة بصورة عامة. أقدم شكري وتقديري للأستاذ لقمان نجم عضو مجلس محافظة نينوى على هذه المبادرة الجميلة لتشجيع الطلبة، والحمد لله احنا استطعنا أن نحصل على معدلات عالية بعد هذه الظروف التي مرت بها مدينة الموصل، والحمد لله رفعنا رأس آبائنا. طبعا الفضل يعود للآبائنا أول شيء، بالأخص على الدعم المعنوي اللي قدموه لنا والكادر الإعدادية الرشيدية العملاق، وبالأخص أستاذ عبد القادر إشلاش على ما قدمه للطلبة في سبيل تيسير هذه العملية. نشكر أستاذ لقمان الرشيدي على هذا التكريم، وهذا يحفزنا إن شاء الله من الأحسن للأحسن إن شاء الله تعالى. طبعا ما ننسى جهود أهالينا، جهود مدرسينا، جهود كم كان مساهم بهذه العملية إنه تمشي العملية التربوية، من مدرسين والمدير والكادر التربوي. يعني بصراحة درسونا في ظروف صعبة، كانت رواتبهم ما تصل مع ذلك درسونا، وكان لهم يعني اليد الأولى في إنه منكم مميزين.